اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الله اهلا بيك. الله يخليك. مساء الخير يا كابتن. ده كابتن هاني، مبروك كابتن هاني الكبير. حبيبي يا كابتن، منورنا طبعا، وزي ما سهام بتقول موسم اكتر من رائع مع سموحه، وفوز كمان كبير قوي على اسوان 5-0. نتيجه كبيره، واكيد النتيجه دي واتكلم مع هاني لسه بتدي ثقه للجهاز الفني وبتدي ثقه للعيبه. وعايزين نبارك لك الاول، وعايزين نقول لك هاني الصغير عامل معاك ايه في المشوار التدريبي؟ لا لا، يعني هاني لجدي ان شاء الله يبقى مشروع مدرب كبير، وان شاء الله باذن الله يعني هو في مرحله ان هو يعني عامل سبورت كويس في الجهاز، وان شاء الله يبقى يعني نكسب مدرب كبير ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. اصبحتوا ملوك التعادلات يا كابتن احمد. كنا بنقول كده في الانترو، انتم ما شاء الله يعني تعادلتوا 10 مباريات، خسرتوا مباراه وحيده في الموسم ده. يعني هو يعني بقول لك يعني موضوع التعادل كتير، طبعا بتبقى حاجه، بتبقى بالزياده، تبقى حاجه مش كويسه، بس في نفس الوقت انت ما بتتغلبش، دي حاجه برضه ميزه كتير عشان تحافظ على الاستقرار النفسي للعيب. انا في ماتشات كتير جدا كنت من وجهه نظري كان ضيعنا فرص كتير جدا، كنت استاهل ان انا اخد المكسب. بس طبعا ما كانش بيحصل، لان الدوري صعب، مفيش فرقه بتنزل مكسب في الدوري السنه دي، الموضوع صعب بالتالي. بس احنا يعني احنا بشكل عام احنا ماشيين كويس يعني بخطى ثابته يعني، وقدرتوا ان انتوا تحققوا مكسب كبير جدا على اسوان 5-0، مش كده؟ يعني بخطى ثابته افتكر يعني كابتن احمد، يعني تجربتك لفته نظر الجميع الموسم ده تحديدا مع سموحه. والله بصي، انا بدات السنه اللي فاتت والحمد لله فنشت خامس، عملنا برضو حاجه كويسه السنه اللي فاتت. السنه دي التعادلات دي لما يكون في وسطها مكسب بيدي برضو ايه، يعني تحس بقيمه التعادلات ده احسن من لما بتتغلب. بس لو كنت يا كابتن كسبت ماتشين ثلاثه، اعتقد اولا طبعا الاداء رائع، خلينا نتكلم بكل امانه، ويعني في طفره حصلت في نادي سموحه بعد توليك المسؤوليه بشكل كبير جدا، حاجات كتير قوي ايجابيه. ولكن وانت كمان مدرب، وانا عارف هاني لما بنفكر لو المباراتين ثلاثة لو بعد التعادل كنا كسبنا، كان زماننا دلوقتي على الأقل في المركز الرابع، في المركز الثالث. بتصلح الكلام ده ازاي على المستوى الفني، انك بتأهل لعبتك، انك أول حاجة انك ما تفرطش في الفوز، وانك مباراة التعادل زي ما انت بتقول يعني التعادل أحسن طبعا من الهزيمة، لكن أنا في رأيي إن لما تكسب 3 ماتشات أحسن ما تعادل 5 ماتشات أو 6 ماتشات. فبتحل إزاي دي يا كابتن على المستوى الفني داخل الملعب يعني؟ يعني على المستوى الفني أنت عندك مشكلة كانت موضوع الفرص. إحنا بشكل كبير جدا بنشتغل مع اللعيبة سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي. تمام. والشكل الجماعي مهم جدا بالنسبة لي، الشكل الجماعي هو ده اللي بيدي قوة للفرقة. صحيح. حتة التركيز على لعيب واحد هو اللي بيجيب الأجوان زي حسام حسن برضه بتبقى حاجه كويسه، ان عندك هداف كبير زي حسام حسن، بس برضه حته تنويع اللعيبه اللي بيجيك واحد. انا عندنا برضه اكتر من لعيب، عندنا مصطفى فتحي، عندنا حمدي، احمد عبد القادر، عندنا عبد الكبير الوادي، عندنا حتى من منعم سيرد باك او رجب مديل بالنسبه للكور الثابته. فالموضوع حته تنويع الهدافين دي حاجه كويسه واشتغلنا عليها بشكل كبير، وحته التصميم عند اللعيبه. وحضرتك ادرى يا كابتن هاني مدرب كبير برضو، ادرى ان 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 حته التصميم، ان انت دايما تعمل ضغط على اللعيبه بشكل ايجابي، ان هم حته الفرص ان هي تجيبوها وتستمروا في المحاوله، دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا. طبعا اكيد اكيد. على ذكرك لحسام حسن، رايح فين يا كابتن؟ هيروح فين؟ ده احنا حاولنا ناخد الاجابه من هاني العجيزي تحت الهوا، بس ما عرفتش لا انا ولا حاتم الشربين الحقيقه. قول لي انت اللي هتقول لي. هاني ما يعرفش هو على فكره ما يعرفش فعلا. انا قلت لهم كده مش مخباش علينا، انت اللي عارف. لا ان شاء الله السنه اخر السنه يعني باشمهندس فرج هو اللي طبعا هنتكلم على حسام، طبعا لعيب كبير وهداف، اعتقد هداف الدوري دلوقتي بثمان اهداف. دي النقطة اللي بكلمك فيها بقى كمان ان شاء الله على المستوى التدعيمات. انت لو هتستغنى على حسام حسن اكيد بتفكر دلوقتي في راس حربه بديل بالنسبه للموسم القادم، وانا عارف
ويمكن كابتن احمد ناجي كمان، تحياتي طبعا للكابتن احمد ناجي اللي عمل طفره كمان على مستوى حراس المرمى، والهاني سليمان مرشح ان يكون موجود في منتخب وكان بيثني على شغلك، ودايما بيقول ان الكابتن احمد سامي بيفكر كمان لقدام، ايه البلان اللي قدام. يا ترى كابتن احمد سامي شايف او حاطط عينه على عنصر هنقول اجنبي او مصري لخلافه الحسام حسن بعد يمكن رحيله في الصيف، ولا لسه الامور مركز بس في الدوري السنه دي وتحقيق مركز كويس يا كابتن؟ بص يعني كلام حضرتك بتقوله كلام صح، بس يعني حته برضو التركيز دلوقتي مهمه جدا، وانت في وسط التركيز ده بيطرد عليك حاجات. صحيح. لكن هي مش واخده التفكير قوي، يعني انت الدوري صعب، واحنا يعني حته المراكز احنا بنتكلم مع اللعيبه على حته تجميع البنات بشكل معين لغايه ما توصل لمرحله معينه، ومن خلال المرحله دي انت بتبني طموحك. صحيح. انت عايز توصل لفينش، لكن انا ما بقولش دلوقتي للعيبه احنا عايزين نروح نبقى تاني نبقى تالت، لان الكلام ما بقاش كده متوازن خالص. لازم يبقى حته الطموح دي على مراحل، ما يبقاش تدي اللعيب الجرعه مره واحده. ممكن يحصل، لكن حته حسام حسن طبعا، حسام حسن ده انا بقول لك يا كابتن هاني، لا انا يعني طبعا انا مربيه من ما كنت ماسك الجيش، طلع الجيش لا حسام حسن من رصاص الحربه الثقيله اللي برضه مش واخد حقه في اعلاميا. يعني هو احسن يكون ماشي كده جنب الحيطه احسن، ساعات بتبقى احسن تبقى ماشي جنب الحيطه احسن. وبعدين يا كابتن احمد انا موجود خلاص، يعني لو حسام مش انا موجود خلاص. هاني هو هاني جاهز ما شاء الله، فت كمان لا ما شاء الله فت، وكمان بيقوم بدور دوت مع المهاجمين، بيلعب يعني في التقسيمات، اكيد بيلعب في التقسيمات يعني، لكن لا ممنوع يا كابتن، ما بيرضاش خالص يا كابتن احمد والله العظيم. انا بسمع ان انت شخصيتك قويه جدا جدا على اللعيبه، بس يعني شخصيتك قويه، وده يمكن اللي مأثر اصلا على يعني حتى الارقام واللي احنا بالاداء اللي احنا بنسمعه وبنشوفه. اكيد مش حكايه كده، واحنا عاملين رولز في الفرقه وفي انضباط، اللي بيخرج عنها بيتعاقب، لكن اللعيبه انا بعاملهم كاولادي او اخواتي الصغيرين، لازم التعامل عشان تاخد منتج كويس من اللعيبه، لكن حته الشخص والكلام ده لا يعني مش موجود، في قواعد وفي اللي بيخرج عنها وهو بيتحكم. لا طبعا بغض النظر عن اي حد كبير او صغير. صحيح صحيح، الرولز ده مهم جدا يا كابتن، بس يعني خلي هاني بس في التقسيمه يخش شويه. عايز اسال حضرتك اخر حاجه عن اللي جاي، عندك مباراه مصر المقصه، بعديها مباراه غزل المحله، ومباراه النادي الاهلي، ثلاث مباريات خلال الدوري او من خلال مشوار الدوري، الهدف منهم ايه؟ وهل حضرتك خلاص مع الاداره خلاص عندنا تارجت السنه دي ان احنا نكون متواجدين في المربع الذهبي، ولا لسه التارجت على اساس الدور الثاني ونشوفه في الدور الثاني يا كابتن؟ يعني هو طبعا باشمهندس فرج هو طول عمره يعني حضرتك ادرى وعارف هو عايز يبقى المربع الذهبي على طول، انا عارف. هو طموح جدا، والطموح ده عندنا برضه، بس هو في نفس الوقت اللعيبه كابتن هاني لما يكون انا مثلا عندي في الفرقه لعيبه 99 كتير، انت لما بتضغط بشكل مش مناسب على اللعيب عشان يفكر في حاجه لسه بعيده مش حاجه كويسه، لازم بالتدريج تيجي النتيجه عكسيه طبعا. صح. بالظبط، فانت يعني كل مكسب انت بتعمله، كل خطوه انت بتعملها بتدي ثقه للعيبه اكتر، وخلي بالك التجارب الكتير هي اللي بتعمل خبره. طبعا الموضوع الخبره دي بتيجي كده، يعني لما اجرب اللعيب ويلعب ويبتدي يجرب ويخفق مره وينجح مره، هي دي اللي بتعمل الخبره. صحيح صحيح. بس يعني فحته الطموح، هي الطموح موجوده جدا بشكل كبير، بس بتبقى موجوده في اوقات، تبقى لازم احنا نزق اللعيبه او نضغط عليهم بشكل ايجابي. صحيح صحيح. احنا بنشكرك يا كابتن احمد جدا جدا، موفق ان شاء الله في مشوارك مع سموحه ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك. شكرا يا كابتن.